عزيزة. صباح الخير. لا بس عليك اختي. كل شي لاباس وانت يا شخبارك؟ لا بس اختي تاعك خير. قولي لي بعدا. الحمد لله يا ريت اختي عزيزة. قولي لي فين جات المذاكرة؟ في نواحي القارة ولا الصباح. ايوا كل شي لاباس؟ لا بس اختي. صحيحتك مالين دارك؟ لا بس اختي. ومرحبا بك معنا هذا الصباح على راديو أصوات. بارك الله فيك يا لالا. تفضلي، شنو هي طريقة الفلون اللي بغيتي تعطي للمستمعة اللي كانت كتسول عليه؟ كندير سبعة البيضات. سبعة البيضات؟ كندير يطرة الحليب. نعم. كندير قبيصة ديال المنزينة، قبيصة بحال اللي غديري الملحة. كديري قبيصة الملحة. كديري على حسب السكر، داكشي اللي كيبغي السكر، كاين اللي كيبغي حلو، كاين اللي كيبغيه كتا المذاق اللي بغيتي ليمون، تحك شويه ليمون غير الماء ديال الليمون باش حاجه ما تكبيش فيه باش ما يجيش مطلوق. اذا شنو ديري؟ القشره ديال الليمون؟ قشره ديال الليمون تحكيها، المهم على حسب المذاق، شويه الفريز ما مقطع، شويه داكشي اللي بغيتي اللي عندك في الدار. شويه البنان، شويه سميتو. كندير السكر. سمحي لي عزيزه عزيزة، باش السيدات المستمعات راك عارفة باش يتبعوا معاك مزيان. دابا قلتي الليمون غتحكي القشرة ديالو وديري منها شوية. إما الحامض إما الآخر، الليمون الحامض ولا الآخر. واخا، والفريز كي غديري الفريز؟ الفريز قطعي إلا بغيتي تقطعيه طريفات. إيه. الفواكه الأخرى بحال دابا السيدة اللي عندها البنان ولا التفاح ولا النقاص، شنو هذاك الشيء تخليه طري؟ تخليه طري، أه حيت كيطيب هو في الفران. أييه. سمعتيني؟ ايه. كديري قلت لك كديري كاس ديال، انا بعدا كندير كاس ديال السكر، كاس صغير دوك الصغار. كاس ديال السكر. كندير دوك سبعه البيضات، كندير السكر داكشي باش نطربو باش ما يجيش، باش ما يجيش فيه داك الصفر كيبقى يلعب فيه على الحليب. كنطربو مزيان حتى كينسجم داك الخليط. نعم. فهمتيني؟ كنشد ليمون ديال الفران، كندير مغمغين. شي ما شي هذيك ديال الفران، شي لاطا الفران فيها الماء لتحت. كندير كنشعل الفران كيجي غزال. اذا ملي كطربي البيض مع السكر كتزيدي عليه الحليب وكتزيدي داكشي الاخر. كنزيد عليه الحليب كنزيد عليه الاخر. وكديريها لالا في شي مولد الفران اللي كديريه في وسط طبسيل اخر اللي فيه الماء، اي في الماء مريم. اما شي حاجه ديال زيت كدير فيها لك. عندي انا بزاف حيت انا كوزينيه. مزيان تبارك الله عليك. انا خدامه في الكوزينه، كندير في الكوزينه. وما عندي ما نسالك اختي عزيزه. ايوا واش غندير؟ ايوا والله يوفقك، وراه هادشي معتبر اللي كديري، خصك تكوني مفتخره. تبارك الله. الله يخليك.